مثلا مساحة الجزائر تعرفها انت كمرشح؟ اكيد. شحال مساحة الجزائر؟ 2,283 كيلومتر مربع. امنياتي ان شاء الله تاكلين على ربي. عزيرة نصيرة. بويرة. مجبحية بلدي جبحية. قديرية بويرة. جيت اليوم ترشحي؟ جيت نويت تكلت على ربي سبحانه وقلت نترشح خاطرش باش ما نفاجئكمش ولا تقولوا هيا ما عنديش مستوى بزاف بصح موالفه نخدم معاهم في السياسه يعني عن طريق غير مباشر وكاين امور لازم نواجه بها الشعب على هذه اللي حبيت انا نترشح مدوا لي توقيعات اللي نجيبهم اوليا. جاتني الفكره خاطر شوف شنو نقول لك كاين امور من عند ربي سبحانه وانا كنت نكتب ندخل منين ذاك نشوف يعني نشوف يعني اخطاء في الشعب ولا في البلاد ولا في الاخر وما هكذا ماهوش عاجبني خاطرش وعلاه التدهور تاع الشعب اللي راني نشوف فيه ضايع هكذا وليجان والشباب تاعنا وبلادنا وهكذا والاقتصاد هذا اللي راني فيه يعني كاين امور ما نقدرش نفسرها لكم دوكا مي مع الوقت ان شاء الله تعرف اسواق راهي غاليه بزاف حوايج اللي ما نقدرش نهضرهم لك هكذا في اللحظه هذه اللي الاخر الشباب تاعينا راه يضيع في الواد راه في البحر راه في الحرقه راه في صوالح بزاف هبال كمال مثل القائمه الحره للاجيال السعيده جينا من الجنوب عاصمه الجنوب الشرقي ورقله جينا ان شاء الله لهذا الترشح ان شاء الله للانتخابات الرئاسيه وعندي الفيسبوك من عندي من المده اللي راني نويت باش نترشح ان شاء الله الرئاسيات بالنسبه للقائمه الحره للاجيال الصاعده دراسيا انا عندي الفانديتيت ساتيماني اي هذه هي بالنسبه للقضيه مش قضيه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر عندنا التجربه تيوري معليش تيوري تكون بصح براتيكمون ان شاء الله نكونوا في المستوى الاعلى احنا الشعب يعني عندنا الحمد لله احنا لحقنا حتى لتيزي وزو استقبلونا البجايه التمرات الجانت الزوايا كل الحمد لله استقبلونا وحتى من الفيسبوك هالي خرجت وعلنت الترشح تاعي 1600 وقيله هذه الاولى ومن بعد جات 20,700 متدخل وقال كمان عندك قاعده جماهيريه ان شاء الله يا ربي بالنسبه اللي رانا نشوفوا فيها احنا اذا كان عندنا شعبيه حتى اذا كان ما كانش الكفايه اللي باش تكون 60,000 ولا كاين ناس باش متعاهدين مع ناس اخرى هذه تكون في الامور حتى في المحليات في المجلس الوطني الشعبي وما بالك في الرئاسيات واش نقول برنامج بناء بناء الدولة و نعم وتطوير الإصلاحات للشعب نعم بو يحيى أنا اللي ضدي نخرج ضده ديريكت اللي زرب عليا الباب نزرب عليه البيبان أنا قلت لك اللي ضدي أنا ضده ضدك راهم ولا راهم معاك؟ الله اعلم اخويا انا ناكل غير ستاك ناكل غير ستاك رايس تاع الجزائر كل ما ياكلش ستاك راك داير ثقه في الشعب درك هذا؟ بربي ان شاء الله يفوطيو عليه بربي ان شاء الله نديرو فيهم ثقه ويدير فينا ثقه يا اخي شحال النسبه اللي راك راح تستنى راح يمدوها شحال النسبه تاع الفوز تاعك اللي راك تستنى فيها من عند الشعب؟ انا بريميوريتي 100% واش حبيت تقول بالسياسه؟ تقدر تنجح يعني واش حبيت تقول بالسياسه؟ واش حبيت تقول؟ وشنو هي السياسه؟ وشنو هي السياسه؟ الممارسه السياسيه واش حبيت تقول الممارسه السياسيه؟ درك تقول لي باغ اكزومبل انا نقول لك لما الرئيس الامريكي يقول لك خلصني نحميك ما تخلصنيش ما نحميكش واش من السياسه هذه؟ ايا لبس لها انت يا مصطلح سياسي وقول لي هذه واش من السياسه؟ السياسه الخارجيه نعم ولا لا قول لي واش من السياسه هذه؟ لما نقول لك انايا خلصني نحميك ما تخلصنيش 48 ساعه ما تقعدش يعني مصالح ها يعني سياسه مصالح صح
يا خويا كل واحد يعرف مصلحته. واش الامل يعني اللي توصل الجزائر ممكن؟ انا الامل اللي ممكن والله انا قلت لك انا قلت لك برنامج تاعي المرحله الاولى هو محاربه الجوع ماشي الفقر. لا لا لازم تفهموا انا ما نحاربش الفقر. الفقر موجود في القران فهمتوا؟ الغنى موجود في القران بصح ربي سبحانه حوس 60 حزب ما تلقاش جعل الجيعان وشبعان جامي. راح تحارب الجوع اولا ومن بعد مرحله ثانيه او ميم طون الجوع والظلم في عهده واحده. في عهده واحده الظلم والجوع والعهده الثانيه ولو كنت نعاود نولي العهده الثانيه واش ندير البرنامج تاعي هو نعلم الجزائريين كيفاش ما يجوعوش وكيفاش ما ينظلموش. دول اللي دعمتك يعني على كل شنو الكوكب هي على كل رساله مكتوبه علينا ضد الشهداء في عرق الابحاث استفدنا كشف الثوره وكعسكري قديم وحملنا رساله في سنين الصعوبات سي عمامره. نعم تترشح باش تكون رئيس في الجزائر ولا رئيس تاع العالم؟ لا رغم انني رئيس العالم ولكنني اكون رئيس بلادي بلا شهداء. هذا شرف كبير لنا يا استاذ. بارك الله فيك. سيد عمامره نسقسوك سؤال فقط. نعم. انت يا جزائري. نعم. تحفظ النشيد الوطني؟ نعم. شحال فيه من مقطع؟ واش النشيد الوطني؟ فيه ثلاث مقاطع قسما. هذا مكان يا استاذ انت بحكم راك رئيس العالم راك تعرف لغه العالم. نعم. تتقن اللغه الانجليزيه؟ اتقن 12 لغه لانني استنتاج على ما هي اللغات مثلا اهضر لي مثلا باللغه الانجليزيه مثلا دمت نعرف العربيه الفرنسيه الانجليزيه الايطاليه هضرنا شويه بالانجليزيه لكن اي ام بيبل الجيريا اي بليف ماي كونتري ماي كونتري الجيريا از فيري جود كونتري از ايكونومي انترناسيونال. شحال خسرنا من شهيد في معركه تاعنا ضد الاحتلال الفرنسي؟ خسرنا 100 مليون شهيد لان عندما دخلت الاستعمار الفرنسي لقى 10 ملايين من الجزائريين وبعد قرن تقلص الى 3 ملايين يعتبر 100 مليون شهيد وفيات لان 10 ملايين في قرن يولوا 100 مليون. لو كان نحكي لك ما تامنش الشيء اللي درته كان غير رئيس وانا اللي يعلم شنو درت. انا كي نبغي ندير حاجه رساله موجهه السيده الى فخامه رئيس الجمهوريه واتي ورقه بيضاء نكتب شي فيها نسني ونبعث. كان كيما في بالنسبه للامن ولا الدارك جاتني فكره قلت لهم ديروا البياري فرقه البحث والتحري داروها. كيما بالنسبه للسكن جات في بالي يديروا الراتب الادنى باش تكون تقد تستافد من السكن الاجتماعي هو 24000 دينار طبقوها. كان شي صوالح نخمم تجيني فكره نرسلها يطبقوها تولي برنامج. هذا الوحي هذا كافكار هذه راه في مده طويله نكون كيما يقول لك قاضب ماشي قاضب ماسك ورقه ويجيني فكره كوحي الهي نكتبها. ان شاء الله نترشحوا للرئاسيات هذه 2019 وان شاء الله تكون الجزائر احسن من امريكا ان شاء الله. بالنسبه لي الجزائر هي قلب العالم لا يصلح العالم الا اذا صالحت الجزائر. نخدم في البوست تاعي كانجينيير نخدم كرئيس جمهوريه يعني في البوست تاعي نستغل الوسائل اللي عندي ومدى بيا وبديت في خدمه طائره طبيعيه النافيو ناتشيرال درت لها الجناح بالتراب وبليمون اللي عندي نخدم به. انا ماذا بيا نتغلب على امريكا بالجانب السياسي يعني الجانب السياسي انا بالنسبه لي يصبح دي بروغرام انفورماتيك حتى في الناحيه العسكريه يكون هناك يعني دي بروغرام انفورماتيك
تحكم الجانب العسكري. خويا انا قلت لك انا ما انا نحب النفس الدول العظيمه، ما نحبش النفس الدول العالم الثالث بصراحه. حنايا نتكلوا ان شاء الله على ربي، ثم على لي زانديفيدي اللي عندهم طموح ويحاولوا يحققوا الافكار تاعهم في الواقع. على كل حال راني جيت سيفتي ممثل كوميدي، جيت باش نعطي البرنامج الخاص لهذه الشباب والشابات المواطن والمواطنه. على كل حال المتلقات نعطيهم مليون في الشهر، المعاقين الحركيين نعطيهم اللي كانوا هما 100% نعطيهم مليون في الشهر. رفوع الاجور للمستخدمين اللي قدروها 20%، متقاعدين 15%، متقاعدين الجيش نعطيهم 20%. على كل حال وكنا نقلوا هذه الحركة هذه نتاع البلاد هذه، لازم الظاهرة تاع الحركة لازم نعرف كيفاش ندير معاهم، واش هو ندير معاهم، نفرض نفسي مع لي زومباساد باش يعطوا الفيزا لولادنا. الحلبيه طول فيها 1.30 متر، بس ما تشوفش على الطوله، شوف واش عندي هنا في الراس. نابوليون بونابارت. هاي نابوليون كي كان نابوليون، كان بلوس ديتاي، مي دار حاله. ها 18 افريل ان شاء الله نكون هنا هو المترشح نتاعكم. بارك الله فيكم، نحبكم يا شعب.